ما معنى اسم عثمان؟ هو اسم عربي على وزن فعلان، يشتق هذا الاسم من الفعل عثمة، هو اسم أصيل له معان جميلة تدل على القوة والحنكة والذكاء والمكر، يعني اسم عثمان الحية، يعني هذا الاسم فرخ الثعبان، واشتهر بالمكر عند العرب لأنه ينسل ويندس بهدوء دون صمت. يعني هذا الاسم فرخ الحبارة، وهو طائر له حجم أكبر من حجم الدجاج ولا يشرب الماء نهائيا، أنثاه تضع بيوضها في الرمال النائية، وقد ضرب العرب بها الكثير من الأمثال في الحمق والبلاهة، لأن أنثى هذا الطائر تنسى عشها وتأتي لعش آخر وتحضن بيضه. قيل في الأمثال: كل شيء يحب ولده حتى الحبارة، فهي على حمقها تحب ولدها فتطعمه وتعلمه الطيران. يطلق على الحنش كنية أبو عثمان، والحنش هو نوع ضخم من الثعابين. وأشهر من حمل اسم عثمان هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، عثمان بن أبي العاص الثقفي، عثمان بن عبد الله بن أحمد الأصم، وأخيرا عثمان رفقي باشا.